بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. سوف نتابع موضوع النمل، ولكن بحرفة أخرى من حرف النمل. النمل مجتمع كالمجتمع البشري تماما، أمم أمثالكم في القرآن الكريم. يزرع البشر منذ آلاف السنين، والزراعة تسد أكبر قسم من احتياجات الغذاء في العالم. يستخدم الناس تقنيات مختلفة لزراعة أخصب. طور رجال العلم أساليب لزيادة الخصوبة كاستخدام الأسمدة الكيماوية والأدوية الفعالة، بالإضافة إلى أنهم نجحوا في الحصول على نتاج الفصول كلها بإنشائهم البيوت البلاستيكية. لكن هناك كائن ظل يشتغل بالزراعة ويستخدم أرقى التقنيات قبل البشر منذ دهر طويل. لنقم الآن برحلة إلى أعماق غابات الأمازون للتعرف عن قرب على هذا الكائن. إنها النملة القاطعة للأوراق. هذه النملة تعمل في الزراعة منذ ملايين السنين، وتصل إلى تحقيق غايتها بعمل دؤوب مرحلة مرحلة بتخطيط وتعاون لا مثيل لهما. في أول مرحلة من مراحل الإنتاج، تقوم النملات العاملة بمهمتها خارج مملكتها، تقطع أوراق النباتات البرية وأشجار الغابات ليلاً ونهاراً بدون أي توقف. وفي المرحلة الثانية تقوم بنقل الأوراق التي قطعتها إلى مملكتها. تحمل النملات قطع الأوراق إلى مملكتها ممسكة بها كشراع كما نرى تماماً. هذه العاملات الصغيرة قوية أكثر مما يتصور، وعلى سبيل المقارنة فالواحدة منها تشبه إنساناً يحمل على ظهره 250 كيلوغرام، راكضاً بسرعة كيلومتر ونصف الكيلو في الدقيقة. وليس بمقدور أي إنسان بنفسه أن ينجز مثل هذا العمل. تعمل النملات بتخطيط ونظام إلى درجة محيرة. من الضروري لها نقل الأوراق إلى مملكتها تمهيداً للزراعة، ولأجل هذا يجب ألا تتعطل عملية النقل. تنشئ النملات طريقاً كثير الممرات لتسهيل عملية النقل على خيط تمشي النملات. الأعجب من هذا وجود منظمة مسؤولة عن إصلاح وصيانة الطرق، وزارة النقل هذه. نعم. كما هو الحال عند البشر، هذه نملة موظفة للقيام بإزالة العوائق عن الطريق، وهذه أخرى موظفة لمراقبة الطريق العام. تتحقق في منظمات النمل إنها تصرفات تتجاوز خيال الإنسان. الآن نشاهد جسراً حياً قوامه نملات تشد بعضها بعضاً. تتتابع النملات الأخريات وتتابع طريقها بالسير على هذا الجسر. إنه مشهد تضحية وتحمل عظيم لا مثيل له. تتحرك 500,000 نملة، 500,000 نملة تقريباً بهذه الأعمال كجسد واحد. وهذه المنظمة الضخمة قادرة في 24 ساعة على قطع ونقل أوراق شجرة بأكملها كبيرة جداً. تقطع النملات هذه كل أنواع النباتات وحتى الأزهار دون ملل ولا توقف. في عالم كبير يأس من متابعة الدراسة قبل أن يكون عالماً كبيراً، رأى نملة تصعد على حائط وتقع، حاولت 44 مرة فاستحيا من هذه النملة التي أعادت المحاولة 40 مرة وتابع دراستها. نعم. بعد ذلك، وعند مقارنة حجم النملة مع ما قطعته من الأوراق
بالنسبة لحجم الإنسان يكون الذي قطعته النملات كجذع شجرة سميكة واسعة الأطراف، ويستخدم الإنسان في قطعه للشجر آلات خاصة. إذن كيف تنجز مجموعة النمل هذا العمل؟ الجواب أيضا يظهر معجزة واضحة، لأن الله تعالى وهب النملة التي تقطع الورق آلة قطع خارقة التصميم. تتكون آلة القطع هذه من سكينين مختلفين، وقد غطي سطح السكاكين بالزنج لتأمين حد أدق. يوجد في آلة القطع هذه نظام يحير العقول، يوجد تحت رأس كل نملة مباشرة عضو خاص يبث موجات صوتية ذات تردد عال. ترسل هذه الترددات من السكين إلى الورقة، تهشم هذه الموجات الورقة وتسهل قطعها. هذا النظام تصميم خارق. لنتأمل قليلا الآن في بنية هذا النظام. تغطية المعدن بخلائط معدنية خاصة لصناعة سكين أحد أسلوب يستخدمه البشر أيضا، ولكن الناس الذين يصنعون هذا أرشدهم الله إليه بالعقل، ولم يتطور هذا النظام إلا بعد عمل دؤوب في المختبرات. ولكن ليس لدى النمل علم بوجود مادة تسمى الزنك، لا تعلم أن سكاكينها مغطاة بهذه المادة تغطى الخلايا الموجودة في آلة القطع في شفرات النملة بالزنك بشكل معجز. يوجد في جسم هذا الكائن الصغير تصميم ذكي جدا كما نرى على الشاشة، وكذلك الحال في النظام المساعد على قطع الورقة بيسر بفضل موجات الصوت. لا تعرف النملة قطعا تحول مادة إلى حالة مهشمة بموجات الصوت ذات التردد العالي. بلا شك لا يمكن أن يحدث نظام معقد كهذا مصادفة. هناك تفسير واحد فقط لوجود هذا النظام البديع. الله تعالى أوجد النملات ووهبها مع كل خصائصها آلات القطع المعجز، وقد أورد الباري سبحانه وتعالى في كتابه ما يدل على ذلك بقوله: وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. يمكن أن تصل أعماق مملكة النمل إلى 5 أمتار، ويمكن أن يصل اتساعها إلى 7 أمتار. تنشئ النملات فيها مئات الغرف والأنفاق. يحفر وينقل قرابة 40 طنا من التراب إلى الخارج. الهندسة المعمارية للمملكة لوحدها معجزة من معجزات الخلق. لا تأكل النمل هذه الأوراق التي قطعتها من الأشجار، لأنها لا تتغذى إلا على نوع خاص من الفطر. إذن ماذا ستفعل بهذه الأوراق التي لا تؤكل؟ الجواب مدهش. حقا ستستخدم النملات هذه الأوراق كمادة أولية للزراعة. النمل يزرع. إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. وبفضل هذه المادة ستنتج الفطر، ولهذه الغاية تقيم مئات المزارع للفطر داخل مملكتها. الآن نرى واحدة من تلك المزارع أعدت من قبل النملات بشكل خاص لزراعة الفطر. تزرع الفطر لتأكله، وخططت مساحة هذه المزرعة ورطوبتها وحرارتها. تسلم النملات العاملة الأوراق التي قطعتها إلى النملات الموظفة في المزرعة قبل أن تبدأ النملات التي تتسلم الأوراق بمهمتها. تقوم أولاً بتعقيمها وكأنها عاقلة، ولهذا سبب مهم جداً، لأن دخول فطر غريب أو بكتيريا إلى المملكة يسبب أضراراً بالغة،
وهذا يعني خطر مرض معد لمستعمرة يعيش فيها 500,000 نملة، إلا أن الله تعالى هيأ نظاما خاصا جدا لحماية النمل من هذا المرض. تفرز النملة من جسمها مادة يرى فيها خصائص مضادات الالتهاب الأنتيبيوتيك. النملة التي نراها تعقم الورقة بفمها ولم يبق في نهاية هذا العمل أي بكتيريا على الورقة، والبشر يكافحون البكتيريا مثلما تكافحها النملات تماما. لذلك ينتجون الأنتيبيوتيك في المختبرات، إلا أن الأنتيبيوتيك الذي أنتجته النمل أقوى بكثير وتستخدمه منذ ملايين السنين. بلا شك ليس لدى هذه الكائنات الصغيرة علم بالبكتيريا أو الأنتيبيوتيك التي تمنع تكاثر البكتيريا، ولكن بفضل هذا النظام الرائع الذي خلقه الله تعالى لا تقدر جرثومة ضارة واحدة أن تأوي إلى جسم النملة ولا إلى البيئة التي تعيش فيها أبدا، وكأنها من أرقى الأمم. بعد الانتهاء من أعمال التعقيم تبدأ النملات سوية بتقطيع الأوراق. بعد فصل الأوراق إلى قطع صغيرة يأتي دور أصغر النملات. هذه النملات بطول مليمترين اثنتين، أي بحجم حبة رمل، وتمضي طوال حياتها في الغرف الصغيرة تحت الأرض، وتنشر الأوراق التي مضغتها جيدا وحولتها إلى مسحوق. كل هذا الورق الذي أخذته النمال إلى مستعمراتها تطحن بفم النملات الصغيرات وتصبح مسحوقا في حقل الإنتاج، ثم تخمر الفطر على هذا المسحوق ويختفي اللون الأخضر للأوراق تماما في 24 ساعة، وبعد يوم يغطى مسحوق الأوراق بطبقات الفطر البيضاء النامية، وفي النهاية يبدأ الحصاد مباشرة، وحصلت النملات على الغذاء الذي تتغذى عليه. تؤثر النملات التي تعمل بالحصاد زميلاتها على أنفسها وتجعل لها الأولوية، فتحمل الفطر إلى النملات العاملات خارج غرف الحصاد. هذه نملة حاصدة تقدم السائل المغذي الذي حصلت عليه من الفطر لنملة تعمل في مكان آخر. النملة في عندها جهاز مص وجهاز ضخ، الإنسان مص فقط ما يأخذ ولا يعطي. ولا يعطي، النملة تعطي وتأخذ. إن رأت نملة جائعة تعطيها من خلاصتها الهضمية بجهاز خاص هو جهاز الضخ. نعم. وبهذا الأسلوب يوزع الغذاء الذي تحتاجه جميع النملات من قاطعات الأوراق التي تعمل في الخارج إلى الطاحنات التي تحول الأوراق إلى مسحوق، وهكذا تعمل 500,000 نملة يومياً وعلى مدار السنة دون توقف في تعاون وتكافل رائع. تبقى فضلات الأوراق التي لا فائدة منها بعد حصاد كل الفطور وتجميعها، ويجب تنظيف الخلية حالاً. تنظف العاملات غرف الإنتاج بإزالة الفضلات قطعة قطعة، ثم ترمي بها في ساحة خالية خارج مملكتها. هذه الكائنات النشيطة لا تعرف الراحة ولا التشكي. هناك في المستعمرة نملات ذات مهمات أخرى. على سبيل المثال، نملات تقوم على حماية المملكة، إنها محاربة شجاعة وقوية مضحية. يهرع العسكر خارجا لأقل حركة، حتى لو كانت وقع قدم إنسان يقترب منها. هذه الأفراد المحاربة أثقل من النملات الأخرى 300 ضعف. النملات المحاربة جيش على أقل حركة خارج المملكة، يخرج قطيع من النمل المحارب بأجسام يزيد حجمها 300 ضعف عن النمل الصغيرة ليذود عن المملكة.
كل شيء في أطراف المملكة عجيب. تقوم هذه النملات التي أوكل إليها الدفاع بعض حذاء الإنسان أحيانا وجواربه أو جوارب أي إنسان يقترب من مملكتها، وإذا أمسكت بفكيها لحم كائن غريب لا تتركه أبدا، بل قد تخسر حياتها من أجل بقاء المستعمرة، ولا تفتح فكيها حتى لو تضررت بقية أعضاء جسمها. هذا بلا شك مثال عظيم للتضحية. تعد النحلات الطنانة أكبر عدو للنملات القاطعة للأوراق. تستطيع النملة الدفاع عن نفسها بسهولة تجاه النحلة الطنانة بفضل فكين قويتين، ولكن تبقى دون دفاع تجاه أي هجوم مفاجئ لأنها تمسك الورقة بكفيها. إذن كيف يتحقق أمن النملة التي تحمل الورقة بكفيها؟ الجواب، هذا السؤال يظهر مرة أخرى التكافل الاجتماعي في مستعمرة النملات. لنرى عن قرب أكثر النملات حاملات الورق. نلاحظ يوجد على كل ورقة واحدة من النملات العاملة الصغيرة مهمتها حماية حاملة الورق، في نملة أخرى مهمتها حماية من تحمل الأوراق، نعم، تجاه أي غارة جوية محتملة. إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذه أبحاث مختصرة جدا، لو تعمقنا في موضوعات النمل والنحل لرأينا العجب العجاب، ولكن هذا كله لا بأمر تكليفي كالإنسان، وإنما بأمر تكويني. يعني هي ما لها فضل بذلك، لكن الله يرينا عظمة خلقه في مجتمع النمل. أحيانا تقوم هذه النملات الحارسات بالدفاع ضد هجوم بفكيها القويتين، وتفوت على النحلة اصطياد النملة الحاملة للورق. في كل شيء له آية تدل على أنه واحد، والتفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طريق إلى الله وأوسع باب ندخل منه على الله. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات.